طيب يعني كابتن طارق، برضو خلينا نروح شوية تفاصيل، لأن حضرتك كنت قلت لنا إن اللعبة دي أصلا من الألعاب اللي ممكن أي حد يمارسها. يعني حضرتك اتكلمت عن فئة المكفوفين والأطفال وكبار السن، يعني مفيش ورجال وسيدات، يعني برضو كلمنا عن الموضوع ده أكتر والاستعدادات المختلفة ليهم. هو الحلاوة بقى في لعبتنا هنا، أنا عايز أي رياضة تجيب لي إن اللي هم الجماعة إخواننا المكفوفين يمارسوا أي رياضة. المكفوفين دي مفيش رياضة هيمارس رياضة السنة. عندنا بيمارس الرياضة وبيبقى بطل عالم، في موجود صور وبعض الفيديوهات في بطولة العالم اللي فاتت بيشاركوا فيها. طيب غير المكفوفين، السم والبكم عندنا برضو دي مرحلة من مراحل البطولة وبيشاركوا فيها. يعني باختصار هي رياضة للجميع، بادية من سن 15 سنة. البراعم والناشئين عندنا الأطفال طبعا بنين وبنات، وماشي لحد فئة الشباب، وبعد كده الشباب فوق 40 سنة وفوق 50 سنة كمان. يعني من الجنسين طبعا، سيدات ورجال، غير متحدي الإعاقة، الإعاقة الحركية، فهي شاملة، رياضة للجميع. صحيح. رياضة جميلة جدا، أنا نفسي أشوف رياضة زيها. متطلباتها مش كتير، تجاتها كلها تذكر، تكاليفها بسيطة جدا، كل الموضوع هي الترابيزة القانونية. طبعا احنا عارفين زمان بنلعب الريست ده في الفصل وفي المدرسة، وكنا دايما بنتنافس كده كأبناء المنطقة. طبعا كنت بولع الدنيا في المنطقة، مركز أول في المنطقة على طول. الحمد لله، الحمد لله.